انا عايز اعمل هاكينج على موبايل. لا مستر اكرم، ابوس ايدك، انت بتفكر في ايه؟ بقول لك سمير ده هو اللي معلمني، يعني هو حتى ممكن يفقسها من قبل حتى ما احنا مش سمير، رقم تاني. معلش يا مستر، والنبي عشان خاطر اعفيني، اعفيني. انا مبطل من زمان، والمصحف يعني هو ما عرفش يحافظ على الحلفان بتاعه. هل بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بالوساخه بتاعتكم دي، وزي ما ورطتوني في كل القرف ده هتعمل اللي بقول لك عليه غصب عنك، والا الصبح قسما بالله هقفل لكم محل، وانت وهو وعيلتك هوديكوا في 60 داهيه. حاضر 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 يا مستر، حاضر حاضر، انا هعمل لك كل اللي انت عايزه. حاضر، بس انا هعمله لك عشان خاطر حاجه واحده بس، عشان خاطر انت صعبان عليا. انا حاسس ومقدر وفاهم كويس قوي، ثلاثه بالله العظيم حاسس وفاهم كويس قوي ايه اللي جواك. لا مؤاخذه يعني، موبايلك من غير نت ولا له اي ثلاثة لازمه، حته حديده. انت كل اللي محتاجه جهاز جديد برقم جديد، ودي سهله امرها عندي. الموضوع كله هياخد مش اكتر من نص ساعه، وانا هقول لك تعمل ايه بالظبط.